we can really think of NIO as sort of the original Tesla of China. هذا يسمي السيارة إنه هي هاي ال the original Tesla for China. التسلا الأصلية للصين. خلينا نرجع لهذا فت شوية. هواي ناس من يشوفون البيتكوين سعره صار 50,000 دولار يندمون لأنه ما استثمروا به. ما اشتروا كم كويناية وتركوها لما كان سعره دولار دولارين أو ثلاثة. فضلوا إنه يروحون يعزمون جماعتهم على لفات شاورما وأنا منهم. فزت بخمسين بيتكويناية وما أخذتها مجاملة. وأنا من النوع اللي يعني من أفوز بدولار برهن أقلب الدنيا إلا أخذه. نفس الشيء إذا أخسر لازم أطيه. بس هنا ما أدري ليش صرت حباب بيها ومجامل أبد مو عوايدي. بس نفس الشيء للأسهم مو بس الكريبتو العملة الرقمية. عندك أسهم تسلا مثلا وأمازون أو مثلا فيسبوك كلها بوقت من الأوقات كانت قيمتها جدا جدا قليلة. بس ما اشتريناها لأنه حتى لو اشتريناها من يصبر عليها 10-15 سنة ويتوقع أنه توصل لهذا المبلغ؟ من يشتري بيتكوين اليوم ويتركها 10 سنين ويمكن بعد 10 سنين تصير بملايين؟ بس هل هذا معناه أنه راحت علينا وعليكم بالنسبة لدول ما استثمروا؟ أكيد لا. الفرصة دائما موجودة بالحياة بكل شيء. أنت تحتاج مرة واحدة تكون صحيح باختيارك وتنجح بسهم أو كريبتو أو حتى عربانة تبيع بيها مي بارد ما تعرف شو يصير. وانت تتفرج على هذا الفيديو يمكن تأسست في 100 شركة أو عملة رقمية أو شيء معين يعني ممكن تستثمر به ويصعد إلى أرقام خيالية يوم من الأيام. العالم يعني ما يوقف عند تسلا وبيتكوين. دائما أكو تطور من تليفون نوكيا يعني كان محتل العالم. من كان يتوقع أنه آيفون تجي بسنة واحدة تمحيها تنهيها شركة نوكيا؟ خلي أعطيكم مثال. وما دام جبت سيرة شركة تسلا اللي سعر سهمها غالي حاليا خلينا نفكر من هو أكو منافس حقيقي إلها. ممكن قسم يقولون لوسيد إير شركة لوسيد. بس خلينا نجي على لوسيد مثلا اللي حاليا ما عدا السيارات على الشارع وأيضا ما حد سايقها وما حد يعرف شنو قصتها بصراحة. يعني أهل الشركة يوعدون العالم بأنه هتكون سيارة عظيمة بس ما حد خرج الشركة سايقهم قيمها. خلي شركات تقييم السيارات يسوقوها ويفحصوها وهم ينطون رأيهم. يقولون مداها 800 كيلومتر أكثر من أحسن أنواع التسلا. بطاريات التسلا فرق 170 كيلومتر عنها. معقولة يعني عابرين تسلا بمراحل هيك وما نعرف؟ ما حد يعرف يعني هذا كلام هذا هم يقولوا. زين مثلا ليش ما يخلون أحد يسوقها وقيمها؟ ليش يأخرون تاريخ عرض سياراتهم للبيع؟ أنا شخصيا أشوف هذه كلها إشارات مشاكل لأنه إذا ما خايفين راح يعني يحجون بها. لذلك خلي أشوفها الأول وبعدين أحكم. بس كل شيء ممكن. يمكن تطلع أحسن سيارة بالعالم. أنا مو مهندس على مود أحكم. بس أكو سيارة بيها كل عامل النجاح أنا أشوف هيك يعني. وارجع أقول طبعا أنه أنا مو خبير اقتصادي أو شيء. هاي يعني قراءات ومراقبة ومقارنات أنا مسويها. لا أقول روح اشتري هذا السهم ولا شيء. بس يعني أعطيك يا هذا يعني هذا مثال للفرص اللي هي موجودة دائما إذا 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 تركز. لذلك لأي موضوع لا تعتمد على كلامي آني. دائما أنت ابحث بنفسك. NIO may not be a recognizable name in the U.S. but it's becoming a leading player in China's electric vehicle market. أكو شركة اسمها NIO تنتج سيارات. سهمها كان قبل سنة دولار واحد فقط. بداية هالسنة وصل $70 وهسه نزل شوية تصور بحدود 45 دولار هذا الوقت يعني وقت نشر تسجيل الفيديو. أني أتصور أنه إله فرص للنجاح. هاي الشركة موجودة بالصين تنتج يعني سيارات EV electric
electrical vehicles سيارات كهربائية، وحاليا تعتبر رابع أكبر شركة سيارات وتقارن بالقيمة ويا دايملر ويا جنرال موتورز. مع العلم يعني قبل سنة كانت عندها مشاكل، كلش مشاكل مالية كبيرة، ورادوا حتى الحكومة الصينية تساعدهم ماليا، بس بعدين استعدلوا. وتصور حاليا هي ثاني شركة بالمبيعات بالصين. ميزتها انه هي سيارة راقية بس شوية سعرها اقل من التسلا. السوق اللي موجودة بهاي السيارة هي مثل ما قلنا الصين بيها مش قد 1.5 مليار صاروا، يعني السوق كلش ضخمة. وبالمناسبة هي أكبر سوق لسيارات التسلا الصين. نيو عندهم مجموعة من سيارات يعني موجودة وتنباع ومجربة، بس هنا هاي الشركة دي يجربون طريقة شحن جديدة، أنه تروح المركز مع الشحن وبدلوا لك البطارية كاملة خلال 5 دقائق، وين تنتظر نص ساعة ساعة على ما تنشحن، وين بخمس دقائق يبدلوا لك البطارية ويكون عندك سيارة مشحونة كامل. مثل ما قلنا هاي ممكن تفيد على المدى القصير إلى ما يلقون يعني طريقة يشحنون البطاريات بسرعة يعني خارقة. مسألة وقت أتصور، بس أيضا هذا معناه أنه أنت ما محصور ببطارية واحدة، وإذا خربت روح تشتري لازم غير بطارية، لا هي دي تبدلوها خلال 5 دقائق. زين، سيارة النيو بيها ميزات خاصة، بيها مثلا فتشي مثل السيري والألكسا يعني تحكي وياها وهي يعني تعطي أوامر وينفذ لك الأوامر مالتك. أكو شغلة منها يسموها بيوت النيو، هاي تربط مالكين نيو، مثل هي نوادي خاصة لمالكين نيو كنوع من إيجاد يعني نادي خاص، فشي مميز يربط اللي عنده سيارة نيو بغيره أيضا يملكون سيارة نيو. هذا مختصر، أنتوا أيضا ممكن تبحثون وتلقون معلومات كل شوية موجودة على نيو. الفكرة هي عندك هنا سهم صعد من دولار 70 دولار خلال أشهر، كانت عند مشاكل مالية ونزل السهم ورجع صعد. يعني خلينا نقارنها بشركة تسلا. تسلا أيضا يعني عبر تاريخها مرت بمشاكل مالية ضخمة، ورغم هذا هسه سهمها حدود 800 دولار. زين، هسه عندك هاي الشركة كانت دولار صارت 70 دولار ونزلت هسه 45 دولار. أتصور عندهم مشاكل مالية بس السيارة معروفة وده تمشي على الشارع ويمدحون بيها. خلينا نقول إذا بعد كم سنة وصلت نص سعر السهم مع تسلا، نص مو بقد سعر التسلا، هاي أنت إذا استثمرت اليوم بعد لما توصل هذا المبلغ أنت ضاعفت فلوسك 10 مرات 8 مرات. أيضا كونها بالسوق الصيني وحدة هذا ممكن ينطيها يعني أفضلية، لأن سوق كبيرة كلش. إذا كلمة مهمة هنا، لو إذا صعب الواحد يعرف شي يصير، بس هذا هو الفرق بين واحد ندمان وواحد ناجح. الناجح يعني قراها صح، القصد الفرص موجودة بكل مكان ولأي أحد إذا تعرف شلون تدور عليها وشلون تلقيها. مو قصدي روح اشتري أسهم مال نيو، لا، كل دقيقة تنخلق مئات الفرص، لأن من تحسبها أكو مئات الشركات ومئات المنتوجات تصير. بالصين وحدها أكو مئات الشركات بس للسيارات، ممكن واحدة من عندهم تصعد، بس أي منهم بعدها يمك. تعرفون أكو سيارات بالصين، شركات سيارات كهربائية سعرها 4000 وشوية دولار، ممكن تكون هي هالمستقبل؟